طلاب الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير، نلتقي ولقاء جديد في مساق المحاسبة المالية الجزء الثاني. تناولنا في الفصل السابق جرد الحسابات الوهمية، وتناولنا موضوع المصروفات المدفوعة مقدما، وحكينا إنه مبدأ الاستحقاق ينص على تحميل الفترة المالية أو السنة المالية ما يخصها من مصروفات وإيرادات بغض النظر عن دفعها أو لم تدفع، قبضها أو لم تقبض. وقلنا إن إحنا لما بندفع مصروف أمام ثلاث احتمالات: إما أن يكون المصروف المدفوع هو مساوي للمصروف الذي يخص الفترة، يعني أنا دفعت أجار المحل 1200 دينار والمحل أجاره السنوي 1200 دينار، هناك لا خلاف ولا يوجد أي تسوية. حكينا لما أنا يكون أدفع 1500 دينار لإيجار المحل، ثم يكون ما يخص العام أو ما يخص السنة أو الإيجار السنوي للمحل 1200، معناها أنا دافع 300 دينار زيادة لهذا مال مستحق إلي، تمام؟ يطلق على هذا الفرق اللي هم 300 دينار مصروفات أو مصروف مدفوع مقدما، تمام؟ يرحل للسنة القادمة أو للفترة المالية القادمة، تمام؟ وحكينا إنه يظهر في جانب الأصول في الميزانية العمومية. هنيجي للاحتمال الثالث اللي هو إذا أنا دفعت مبلغ وكان أقل من المبلغ الذي يخص العام، يعني أنا الإيجار السنوي 1200 دينار رحت دفعت له 800 دينار، معناها إنه أنا لم أسدد مبلغ 400 دينار مستحق علي لسه، هذا التزام عليا. لاحظوا أنا لما بحكي قاعد بحكي مصروف مدفوع مقدما إلي للسنوات القادمة إلي، عشان هيك لما كنا نعمل قيد التسوية كان المصروفات المدفوعة مقدما تظهر في الطرف المدين في قيد التسوية. في قيد التسوية اليوم هنشوف المصروفات المدفوعة مستحقة الدفع، تمام؟ طبعا هي عكس المصروفات المدفوعة مقدما، وهذه المصروفات هي مصروفات تخص السنة الحالية، يعني أنا الإيجار السنوي وحكينا 1200 دفعت 800 ضل عليا 400، إنه ال 400 هذه تخص العام الحالي أو السنة المالية الحالية ولكنها لم تدفع بعد، تمام؟ ولم تظهر في نهاية الفترة ضمن رصيد المصروفات في ميزان المراجعة وعليه، تمام؟ اللي بيصير حسب مبدأ الاستحقاق إنه أنا لازم أعالج الفرق. كيف أعالج الفرق؟ قال لك بدك تعمل قيد تسوية بالفرق. أنا مفروض أدفع 1200 ما يخص العام 1200 دفعت 800، إذا علي 400 بدي أثبتها بقيد تسوية، تمام؟ وقيد التسوية هم بيكون من حساب المصروف زي مصروف الإيجار مثلا، من حساب مصروف إيجار إلى حساب مصروف إيجار مستحق الدفع بقيمة الفرق. الفرق اللي هو إيش؟ الفرق اللي هو طبعا هو إثبات المصروف المستحق مش مقدم، هذا مقدما خطأ. مصروف، تمام، مصروف الإيجار إلى حساب مصروف إيجار مستحق الدفع، تمام، اللي هو اسمه هذا حكينا عنه اسمه قيد التسوية بقيمة الفرق اللي هو 400 400. لاحظوا إنه مستحق الدفع ظهر عندي في جانب الدائن لأنه يعد كالتزام عليا، تمام. لو رجعنا للمصروفات المدفوعة مقدما كنا نلاقي المصروفات المدفوعة مقدما عكسها موجودة في الطرف المدين لأنها حق إلي فبتظهر في الطرف المدين، تمام. وهذا المصروف مستحق الدفع يظهر ضمن جانب الالتزامات في أرصدة دائنة أخرى، تمام، في جانب الالتزامات في الميزانية العمومية. أما قيد الإقفال فطبعا هذا فيش عليه خلاف، يسجل، تمام، بكامل المبلغ الذي يخص العام اللي هو مثلا 1200 دينار. طيب في كلا الحالتين سواء كان مدفوع مقدما او مستحق الدفع قيد الاقفال ليس له علاقه. قيد الاقفال هو قيد يسجل بقيمه الايجار السنوي او بالقيمه المصروف الذي يخص الفتره. لا نفترض اجى قال لي مثال 8، قال لي في 31/12، تمام، في 31/12 اظهر ميزان المراجعه لمحلات ساير رصيد حساب التامين مبلغ 1500 دينار. طبعا الحساب اللي بيظهر في ميزان المراجعة حكينا هو حساب المصروف المدفوع فعليا او الايراد المقبوض فعليا، المهم هذا الحساب الفعلي اللي صار اندفع او انقبض. طيب قال لي انا في ميزان المراجعة ظهر عندي ان انا دافع مصروف تأمين 1500 دينار، فاذا علمت في نهاية العام انه التأمين السنوي إن انا مفروض ادفع سنويا تأمين 1800 دينار، انت مفروض تدفع 1800 دفعت 1500، الك ولا عليك؟
قلت له والله انا في ضل فارق 300 عليا لسه بدي ادفعهم. اذا ما دام قلت عليا شو انا بحللها كيف؟ معناها انه هذا مصروف مستحق الدفع. اذا بدي اعمل قيد تسويه تمام بالفرق اللي هو 1800 ناقص 1500، 300 دينار مصروف تامين مستحق الدفع. وقلنا مستحق الدفع يظهر في قيد التسويه في الجانب الدائن تمام، بينما في الطرف المدين مصروف التأمين اللي هو المصروف نفسه الذي يخص الفترة. فبيصير عندي من حساب مصروف التأمين 300 دينار إلى حساب مصروف التأمين مستحق الدفع 300 دينار. تمام؟ وبهيك مصروف التأمين كان مدين ب 1500 و1300 وكمان 300، صار عندي مصروف التأمين 1800، فبقوم بالإغلاق بإقفال مصروف التأمين في حساب الأرباح والخسائر بقيمة 1800 اللي هو المصروف الذي يخص الفترة. وهي التصوير شايفين كان عندي حساب 1500 وضفنا عليهم 300 تمام، وعندي حساب ارباح وخسائر 1800، هيك بيكون حساب المصروف حساب مقفل. مصروف التأمين المستحق الدفع تمام، هي بيظهر عندي رصيد دائن بقيمة 300، وبالتالي تظهر في الميزانية العمومية ضمن أرصدة دائنة أخرى 300 دينار. مثال 9، قال لي في 1/1 تم تسديد مبلغ 10,000 دولار مصاريف رواتب الموظفين نقدا. يعني كأنه بيقول لي في 1/1 احنا دفعنا المصاريف 10,000 مصروف رواتب نقدا، يعني قيد من حساب مصروف الرواتب إلى حساب الصندوق 10,000 دولار. قال لي مع العلم أن الرواتب السنوية تمام 12,000 دولار، يعني هو قصده أنه واقع شهري 1000 دينار، يعني أنا دفعت 10,000 وأنا مفروض يكون عندي تمام الرصيد السنوي اللي بدفعه لل أو ما يخص السنة من رواتب 12,000. منطقيا بحلل أنا دفعت 10,000 وأنا مفروض أدفع 12,000، معناها أنه في أنا عندي 2000 لسه ما سددتهمش. المطلوب قال لي إعداد قيد لتسديد المبلغ المدفوع لرواتب الموظفين تمام، إعداد قيد تسوية، قيد إقفال، بيان الأثر، وتوضيح الأثر على الميزانية العمومية. أول حاجة قيد اليومية اللي أنا المفروض أسجله من حساب مصروف الرواتب إلى حساب الصندوق 10,000. 10,000 قال لي طب أنت قديش دفعت اللي بيخص السنة كلها؟ قلت له 12,000. إذا مصروف الرواتب المستحق الدفع 12,000 ناقص 10,000 بيطلع عندي 2000 دينار أو 2000 دولار لم يسددوا بعد، فبنطلق عليهم مصروف رواتب مستحق الدفع. وبعمل قيد التسوية بالفرق اللي هو ال 2000 من حساب مصروف الرواتب إلى حساب رواتب مستحقة الدفع بقيمة 2000، أما قيد الإقفال قلنا هو يسجل بقيمة ما يخص الفترة. تسوية بالفرق، إقفال بما يخص الفترة اللي هو المصروف السنوي 12,000 دولار. وببدأ عملية إيش؟ التصوير زي ما احنا شايفين زي كل مرة، وفي النهاية تظهر أرصدة دائنة أخرى مصاريف رواتب مستحقة الدفع بالفرق اللي هو 2000 دينار ضمن جانب الخصوم في الميزانية العمومية. طيب نيجي لمثال 10. مثال 10 بيحكي لي في 1/1/2013 تم إبرام عقد صيانة مع شركة القدس قيمته 1000 دينار، وتم تسديد مبلغ 800 دينار من أصل العقد نقدا، وقد أثبتها المحاسب في الدفاتر بجعل حساب المصاريف الصيانة مدينة والصندوق دائن. يعني كأنه بيقول لك سجل قيد من حساب مصروف الصيانة إلى حساب الصندوق 800. قال لي اعمل قيود التسوية والإقفال اللازمة إذا علمت أنه الشركة لم تسدد باقي قيمة العقد. بسيطة، 1000 ناقص 800 200، أنا مستحق عليا لسه 200 يجب أن يسددوا، معناها وأنا ما سددتهمش من حساب مصروف الصيانة إلى حساب مصروف صيانة مستحق الدفع 200 200، هي قيمة الفرق. أما الإقفال من حساب أرباح وخسائر إلى حساب مصروف الصيانة 1000 1000. هيك بنكون أنهينا الجانب الأول من موضوعنا اللي هو جانب المصروفات. تناولنا في المحاضرة السابقة مصروفات مدفوعة مقدما، تناولنا مصروفات اليوم مستحقة الدفع. طيب نيجي لموضوع الجانب الآخر اللي هو الإيرادات.
نفس فكرة المصروفات الإيرادات. أنا في حال إن أنا أحصل إيراد أمامي ثلاثة خيارات، إما إن أنا أحصل قيمة إيراد نفس القيمة التي تخص الفترة، تمام، وبالتالي من حساب أو إنه لا يوجد تسوية، تمام، أنا بقى مثلا مأجر محلات عندي بيتي، في محلات تحت مأجرها لمطاعم مثلا، المطعم تم الاتفاق مع صاحب المطعم إنه الأجار السنوي 2000 دينار، والراجل دفع لي 2000 دينار، أنا قبضت 2000 دينار، تمام، حسب الإيجار السنوي ال 2000 فيش هن خلاف. طيب راح صاحب المطعم قال لي أنا بدي أديك أجار سنتين عشان أثبت معك شغل. طيب راح أداني 4000 دينار. أنا فعليا قبضت 2000 بحمل الفترة الحالية، الفترة الحالية أجار سنوي بس 2000، معناها إن أنا قبضت 2000 بما يخص الفترة وقبضت كمان 2000 زيادة، تمام، هدول مقبوضات مقدما. الحالة الثالثة ان انا اكون مأجر المطعم ب 2000 دينار، تمام، واقبض من الزلمة 1500، قال لي اقبض خد 1500 وبضل لك 500 بس لقدام شوية بسدك اياهم، واجي اخر السنة ما سدنيش. هان بكون في الخيار الثالث اللي هو عندي ايراد مستحق القبض. نيجي للايرادات المقبوضة مقدما. ايش يعني ايرادات مقبوضة مقدما؟ تمام، قال لي الايرادات المقبوضة مقدما هي ايرادات التي قبضت خلال السنة الحالية، في السنة اللي أنا فيها المالية الحالية اللي أنا فيها، وظهرت في ميزان المراجعة إلا أنها تخص سنوات قادمة. كيف يعني؟ أنا قلت أنا إيجار السنوي 2000 أعطاني 4000، ظهر في ميزان المراجعة عندي إيراد إيجار محلات 4000، هو فعليا، تمام، هان ظهر عندي الإيراد المقبوض فعليا قديش؟ 4000، بس هو أنا اللي بخص الفترة 2000، معناها أن أنا مسجل عندي في ميزان المراجعة ايرادات تخص سنة قادمة، ال2000 التانيات بتاعت السنة الجاية. طب كيف بتعالج؟ قال لي اول حاجة بدك تعمل قيد تسوية. قيد التسوية هان الايراد اللي انت اخذته بشكل مقدم هذا دين عليك، لانك انت لسه ما استحقتوش، انت لسه ما اجرتوش السنة الجاية، تمام، لسه ما اجاش موعده. فبالتالي هو يعني هو ممكن الراجل في اي لحظة يجي يقول لك خلاص انا بطلت اتاجر عندك، هاي اجار السنه الحاليه اللي اعطيتك اياه وصلك، اعطينا بقيه حسابي تبع السنه الجايه، خلاص مش هكمل عندك، صح؟ فبالتالي هو الايراد هان بيكون ايش؟ بيكون كالتزام عليك، عشان هيك طلع بيظهر عندي الايراد المقبوض مقدما في الجانب الدائن، لانه هو التزام علي لسه انا ما استحقتوش، فهو كالتزام علي كدين علي مش الي، هذا عليا، فبيظهر في الجانب الدائن، وبالتالي يخفض الايراد بالفرق. يعني إيراد السنة الحالية يظهر في الجانب المدين من حساب إيراد محلات مثلا إلى حساب إيراد محلات مقبوض مقدما بالفرق 2000 2000. أما الإيراد طبعا الإيراد دائن، لما أقفله بخليه مدين إلى حساب الأرباح وخسائر، زي الفكر نفس الفكرة بما يخص الفترة. طيب إحنا نوضح الصورة أكتر، نيجي لمثال. الأمثلة دايما هي اللي بتكون موضحة للأمور أكتر. طلعوا معي، قال لي تم تحصيل مبلغ 2000 دولار إيراد عقار نقدا، علما بأن المبلغ يخص تأجير العقار لأربعة أعوام، لأربع سنين. الزلمة تبع المحلات اللي اتأجر بده يحط رجله في المحل وبده يضمن المحل ويضمن إن أنا مثلا ما غليش عليه الأجار، فراح قال لي هاي 4 سنين مقدم. راح المحاسب تبعي كتب من حساب الصندوق، لما قبض المصاري قبضنا المصاري، كتب من حساب الصندوق إلى حساب إيراد العقار. تمام، ب 2000. اجى اخر السنه، طب هو ايراد العقار كله قديش؟ قلت له 2000 على 4 سنين معناها كل سنه بيطلع 500. قال لي يعني انت اللي بخص السنه الحاليه قديش؟ قلت له 500. قال لي معناها انت قديش قابض الزياده مقدما؟ قلت له والله قابض 2000 ناقص 500 بتاعت السنه هذه، بضل علي 1500 هدول زياده انا قابضهم مقدما، تمام. يعني الزلمه لو بده يفسخ العقد وبدوش يكمل عندي، معناها مطالب ان انا اسدده 1500 في نهايه العام. عشان هيك اجى قيد التسويه ايش قال لي؟ بالفرق 1500 من حساب ايراد العقار، لانه ايراد العقار يجب ان يكون رصيده 500، هو هان طلع دائن ب 2000، فانا لازم اخليه 500 بس، فايش بسوي؟ بخفضه بخليه مدين ب 1500. هاي طريقه. طب الطريقه الاخرى ان انا اكون عارف ان ايراد العقار مقبوض مقدما هو دائن بالفرق، فمجرد ما انا اكتب الى حساب ايراد عقار مقبوض مقدما 1500 معناها انه من حساب ايش؟ ايراد عقار. انا امامي طريقتين، اما ان انا اكون حافظ او فاهم انه ايراد العقار هن لازم ان يخفض بالفرق عشان هيك هو كان دائن بخليه مدين بالفرق، او ان انا اكون عارف انه ايراد العقار المقبوض مقدما
هو إيراد عقار دائن، تمام، يظهر في الجانب الدائن. طيب والإقفال، قال لي الإقفال ملوش علاقة، الإقفال بما يخص الفترة اللي هو من حساب إيراد عقار إلى حساب أرباح وخسائر. وبنصور الحسابات طبعا زي ما اخذنا المره اللي فاتت في الجانب المصروفات، طبعا طلع معي نفس التصوير نفس الاليه، بيظهر عندي طبعا طلع معي ايراد مقبوض مقدما يظهر في الجانب الدائن لانه التزام علي لم يستحق بعد، تمام، في ارصده مدينه اخرى. طيب نيجي لمثال 12، تمام، مثال 12 عندي في ميزان المراجعة، ميزان المراجعة هان أظهر لي اللي هو الأرصدة الفعلية اللي أنا قبضتها، قال لي عندك إيراد عقار قبضت منه 3000 دينار، قال لي أرباح أسهم قبضت 2300 دينار وفوائد دائنة من البنك، أنت حايط مصاري في البنك وودك عليها فوائد دائنة بقيمة 600 دينار. قال لي فإذا علمت إنه هذا فعليا أنت قبضته، طيب، قال لي فإذا علمت أن إنه الإيراد السنوي للعقار 2000 دينار، ايش يعني؟ معناها ان انت قابض، طلع انت المفروض تقبض 2000، انت قديش قبضت فعليا؟ 3000. قلت له تمام. قال لي ارباح الاسهم 1800، انت قديش اعطوك ارباح؟ قلت له 2300، فوائد دائنه 550، انت اخذت 600. قال لي بدك تعمل لي قيود التسويه اللازمه والاقفال طبعا وتصوير الحسابات وبيان الاثر. قلت له اول شيء بالنسبه لا إيراد العقار عندك 3000 ناقص 2000، 1000، هذا إيراد عقار مقبوض مقدما. وأما بالنسبة لأرباح الأسهم هم 2300 ناقص 1800 اللي بيخص الفترة، معناها أنا واخد 500 زيادة مقبوضة مقدما. والفوائد الدائن نفس الشيء، أنا قبضت 600 اللي بيخص الفترة 550، معناها في 50 أنا قبضها مقدما. قيد التسوية طبعا يا بتعملوا قيد مدمج يا بتعملوا كل قيد لحال زي ما هو حل السؤال. أول شيء واحدة واحدة، هاي ايراد عقار مقبوض مقدما، وين بيظهر؟ في الجانب الدائن، هاي الى حساب ايراد عقار مقبوض مقدما من حساب ايراد العقار بقيمه 1000، وبقفل بما يخص العام من حساب ايراد عقار الايراد دائن بقفل وبخليه مدين الى حساب ارباح وخسائر بقيمه 2000، 2000 اللي هو بخص الفتره. طب ارباح الاسهم نفس الاشي، ارباح الاسهم الفرق 500، بكتب قيد من حساب ارباح اسهم الى حساب ارباح اسهم مقبوضه مقدما 500، وبقفل بما يخص الفترة من حساب أرباح الأسهم إلى حساب أرباح وخسائر ب 1800، نفس الفكرة فوائد دائنة من حساب فوائد دائنة ب 50 دينار إلى حساب فوائد دائنة مقبوضة مقدما 50 دينار، وبقفل من حساب فوائد دائنة إلى حساب أرباح وخسائر. طلعوا معي. مظبوط. وببدأ أرحل كل حساب بما يخصه زي ما انتم شايفين، تمام. في النهايه بجي على الميزانيه العموميه هلاقي ان انا عندي، تمام، في الميزانيه العموميه هيو ارصده دائنه اخرى في الجانب الدائن، بيظهر عندي ايراد عقار مقبوض مقدما 1000، ارباح اسهم مقبوضه مقدمه 500، فوائد دائنه مقبوضه مقدما 50. طيب نيجي اخر شيء لجرد الايرادات او للايرادات المستحقه اللي هي عكس الايرادات المقبوضه مقدما. ايش يعني ايرادات مستحقه؟ قال لي يعني ايراد او مستحق القبض، تمام، ايراد مستحق القبض. قال لي هي ايراد يخص الفتره الحاليه اللي انا فيها الا انه لم يقبض بعد، زي ما حكينا انا ماجر المحلات ب 2000 دينار، اعطاني المستاجر قبضت منه 1500 وقال لي ان شاء الله لقدام بجيب لك ال 500، اجى نهايه العام وما جابش ال 500. اول شيء اطلع ما جابش ال 500، ال 500 هذه الي ولا عليا؟ الي. اذا ما دام الي اذا هي حق الي اصل، تظهر في الجانب المدين في التسويه على طول وانت مغمض عينك. الايراد المقبوض مقدما التزام عليا لانه هذا مش حقي لسه، فبيظهر في الجانب الدائن. لكن الايراد مستحق القبض هذا حق الي، مال الي عند الناس وما جابوليش اياه لسه، فبيظهر في الجانب المدين لانه حق الي مدين. فبكون قيد التسوية من حساب إيراد مستحق القبض إلى حساب الإيراد، تمام؟ ويقفل طبعاً ملوش علاقة قيد الإقفال سواء كان مستحق القبض أو مقبوض مقدماً، لأنه في النهاية هو يقفل بقيمة الإيراد السنوي اللي بخص الفترة المالية. ونيجي لمثال 13 اللي بيوضح الصورة. قال لي بتاريخ 31/12/2008 كان رصيد حساب إيراد مباني حسب ميزان مراجعة محلات رفح مبلغ 4500 دينار.
الراجل فعليا قابض ايراد مبنى، يعني مأجر مبنى، تمام، بأجره قبض 1400 دينار فعليا. طيب قال لي بس اذا علمت انه الايجار السنوي او الايراد السنوي عن المبنى اجاره 6000 دينار، اذا انا قبضت 4500، لكن انا فعليا مأجره في السنه بقديش؟ قلت له ب 6000، معناها ان انا لي حق الي لسه ضايل عند الزلمه قديش؟ بالفرق 6000 ناقص 4500 1500. قال لي اعمل قيود التسويه طبعا والاقفال والتصوير وبيان الاثر. قلت له 6000 ناقص 4500 1500، هذا ايراد مباني مستحق القبض، هذا ايراد الي لسه مستحق القبض، انا لسه بدي اقبضه الي، فعشان هو الي يظهر في الجانب المدين من حساب ايراد مباني مستحق القبض 1500 الى حساب ايراد مباني 1500، تمام، بالفرق. اما قيد الاقفال بما يخص الفتره، من حساب ايراد مباني الايراد دائن اما بقفله بخليه مدين، الى حساب ارباح وخسائر بما يخص الفتره 6000 6000. وبعديها بعمل طبعا ايش؟ تصوير للحسابات اي ايراد المباني، تمام، زي ما انتم شايفين كان رصيد سابق 4500، ضفنا عليه اللي هو قيد التسويه من حساب ايراد المباني الى حساب، اي له هان له، الى حساب من حساب ايراد المباني الى حساب ايراد المباني قيد التسويه، وهذا قيد الاقفال ب 6000. طبعا ايراد المباني هان اقفل الحساب، هذا مقفل. اما ايراد مباني مستحق من حساب ايراد مباني مستحق القبض الى حساب ايراد مباني، فضل رصيد مرحل على الميزانيه بقيمه 1500، تمام. بالنسبه لحساب الارباح والخسائر بيظهر في ايراد مباني حساب مقفل، يعني حساب له، يعني انه اقفلنا في الارباح والخسائر بقيمه 6000 ايراد مباني اللي هو الايراد اللي بخص الفتره، تمام. اما بالنسبه للميزانيه فبتظهر عندي في الجانب المدين لانه حق الي، حق الي يظهر ايراد مباني مستحق القبض بقيمه 1500 ضمن جانب الاصول. طيب لو اجينا لمثال رقم 14 فبيحكي لي المثال تم تحصيل مبلغ 1500 دينار ارباح اسهم نقدا، علما بان الارباح السنويه 2000. قال لي سجل قيد اليوميه اللي هو قيد التحصيل تبع ال 1500، وسجل قيد التسويه والاقفال وبيان الاثر والميزانيه. اول حاجه قيد اليوميه هو حصل مبلغ 1500 دينار، اذا من حساب الصندوق، الصندوق زاد الى حساب ارباح الاسهم 1500، هذا اللي انا قبضته فعليا. طب ايش التسويه؟ قلت له انا قبضت 1500 بس انا المفروض اخذ 2000، معناها انه انا عندي 2000 ناقص 1500 معناها انا ضايل لي 500 عندهم، اذا حق الي ارباح اسهم مستحقه القبض ما دام حق لإلي. وبعمل قيد ارباح اسهم مستحقه القبض في الجانب المدين من حساب ارباح اسهم مستحقه القبض الى حساب ارباح الاسهم 500 500، وبقفل قيد الاقفال بما يخص العام، تمام، بما يخص العام اللي هو من حساب ارباح الاسهم الى حساب ارباح وخسائر. الارباح دائما لما اقفلها بخليها مدينه بقيمه 2000 اللي هو المبلغ الذي يخص الفتره. وطبعا زي ما احنا عارفين هتظهر عندنا الحسابات اللي اتأثرت، تمام، وهي اثرها، بضل عند الميزانيه العموميه 500 في الجانب المدين ارباح اسهم مستحقه القبض. طيب مثال 15، تمام، هو مثال بتناول لي الموضوع كله، مصروف مستحق الدفع، مصروف مدفوع مقدما، ايراد مستحق القبض، ايراد مقبوض مقدما، تمام، مدين على كل نقطه او على كل نوع مدين نقطه في السؤال. كلف 31/12/2009 ظهرت الارصده التاليه في ميزان المراجعه لاحد التجار قبل التسويات الجرديه. قال لي في 100 دينار قرطاسيه، مصروف قرطاسيه هو دافع 100 دينار، و80 دينار عموله وكلاء الشراء هو دافع عموله، تمام، 80 دينار لوكلاء الشراء، ودافع 2000 دينار او قبض عفوا 2000 دينار ايراد عقار، وحصل كمان 75 دينار ارباح اسهم. قال لي اذا علمت انه مصروف القرطاسيه السنوي 80 دينار، هو دافع 100 واللي بخص السنه ايش؟ 80، يعني هو فعليا دافع قرطاسيه زياده قديش؟ 20 دينار، 100 ناقص 80 20 اللي هو مصروف مدفوع مقدما. طيب وكلاء الشراء قال لي هناك مبلغ 30 دينار عمولة وكلاء لم تدفع بعد، يعني من الآخر كأنه بيقول لك العمولة السنوية لو وكلاء الشراء 110، أنت دافع 80
ضل عليك قديش؟ 30. جاب لي اياها جاهزه، قال لي ضايل عليك مستحق الدفع، مصروف مستحق الدفع 30. ثلاثة، العقار مؤجر شهريا بمبلغ 150 دينار من بداية السنة. طب هو قديش حصل؟ 2000. طب هو الإيجار السنوي؟ قال لي قديش؟ قال لي شهريا 150. 150 في 12 شهر بيطلع 1800، معناها إنه قبض مقدما زيادة 200، لأنه 2000 ناقص 1800 بضل عندي 200 إيراد عقار مقبوض مقدما. اما ارباح الاسهم اللي بتخص السنميه، هو فعليا حصل بس قبض منهم 75، معناها له ايراد ارباح اسهم مستحق القبض 25 دينار بالفرق. شوفوا انا قاعد بقرا السؤال، بحلل، قاعد بحلل. اي كل قيد، اول شيء مصاريف القرطاسيه، قلنا هو دفع 100 واللي بخص الفتره 80، معناها من حساب الي ضايل 20، الي مصروف 20 دينار مدفوع مقدما الي، عشان هيك اشد في الطلب المدين من حساب مصروف قرطاسيه مدفوع مقدما الى حساب مصروف قرطاسيه بقيمه 20 دينار اللي هو الفرق 100 ناقص 80 20. اما بالنسبه للاقفال، المصروف مدين بقفل وبخليه دائن عند الاقفال، بعكس طبيعته وبقفل بما يخص الفتره اللي هو قديش؟ 80. طيب عموله الشراء، قال لي انت دفعت 80 وانت المفروض تدفع 110 لانك انت في 30 لسه ما سددتهمش، معناها التزام علي، عشان هيك قلت الى حساب مصروف عموله وكلاء شراء مستحقه الدفع اجت في الطرف الدائن من حساب عموله وكلاء الشراء 30 30 اللي هو الفرق، بيضل عندي 110 ما يخص الفتره اللي مصروف مدين لما اقفله بخليه دائن، تمام، من حساب ارباح وخسائر الى حساب مصروف عموله وكلاء شراء. ايراد العقار، هو قبض عقار قيمة 2000 حصل وقبض من الراجل، لكن ما يخص الفترة 1800، معناها هو قبض مقدما مش إله هذا الحق، لسه ما جاش وقته، تمام، عشان يظهر عندي في الجانب الدائن إلى حساب إيراد عقار مقبوض مقدما بقيمة 200 من حساب إيراد عقار 200، تمام. ومن حساب إيراد عقار الإيراد دائن لما أقفله بخليه مدين إلى حساب أرباح وخسائر بما يخص الفترة اللي هو 1800 الإيراد أو الإيراد السنوي، تمام؟ طيب أما بالنسبة لإيراد أرباح الأسهم، قال لي أنت قبضت 75 لكن الإيراد السنوي 100، معناها أنا لسه إلي عندهم 25 دينار، ما دام إلي حق يبقى في الطرف المدين قيد التسوية، من حساب أرباح أسهم مستحقة القبض إلى حساب أرباح الأسهم 25 25 وبقفل بما يخص الفترة اللي هي 100 كاملة، تمام، الأرباح دائنة لما أقفلها بخليها مدينة. طيب هيك بنكون إحنا نهينا الوحدة الثانية، تمام. في عندي أسئلة وتمارين، يا ريت تتدربوا عليها وتحاولوا تحلوها، وإحنا إن شاء الله إن قدرنا واستطعنا إن شاء الله هنبدأ نحل التمارين مع بعض.